كنحلوها بهذا الشكل. بقى سخونه 200 كتسخنوا الفران يعني 200 درجه وكتخلوها ساعتين تطيب. انا ما حققتش الفران حيت كل مره واش على حساب البطاطا واش تطيب ولا لا. كتجي بهذا الشكل غادي نقسموها وغادي نفرغوها. غادي تقسمو على هاد الشكل. سمحوا لي باقا سخونه. على هاد الشكل وغادي تخوها كلها، يبقى لها غير هداك الغلاف ديالها بحال هاد الشكل. غنوريكم بحالاش بقلي وفرغت هادوك الاخرين درتهم بحال هاد الشكل. كتبقى تخوى حتى تبقى غير هذا بحال هذا هو اللي غادي نعمرو فيه نديرو فيه سميتو التقديم بحال هذا الشكل. ورجع معكم كنخوى بحال هكا كيما درنا لهذا الشكل اللي كاين هنايا. نكملوا ماشي تخوها كلها في خطره باش تقدر تبقى لكم داك لافون ديالها. غنكملوا هاد المقادير بقاو لينا كلهم وانا معكم. ومن بعد فاش خوينا داك البطاطا الداخل ديالها كله درناه هنايا ودرنا عليها الربيع والقزبور وشنوش اخر الملحه والبزار والزبده. الزبده من تقريبا من حساب معلقه كبيره والقشده طريه. ودابا كيبقى كيمعصوم بحال هكا باش الا بغيتي تجي تعمر هذاك الليمون ديال البطاطا ما يكونوش ما تكونش البطاطا واقفه عاقده بحال هذا الشكل. وفاش نسالو تخلط مزيان غادي نعمرهم. وهذا الدجاج دابا لي طابليه غادي نقسمو غادي ندخلو الفران. غادي ندخلو الفران دابا يتحمر ليا. ودابا فاش عمرهم كيجيو على هذا الشكل بحال هكا. ولا عندكم شي فرماج عفوا الا عندكم شي فرماج بحال هكا اي حكو وديروا فوق منه. ولا ما عندكوش ماشي مشكل هذا غير زايد من الفوق. وهذه هي لاطاخت اللي خرجت لكم من الفران هي تحمرات كي قلت لكم هنا درت ليها الدوره ديال الاولى ديال بوعويد والدوره الاخرانيه ديال بحال شكل تاع ورده ديال التفاح. ونتمنى تكون تنال الاعجاب ديالكم يا ربي امين. والشطره اصلا درته في الفران كيتحمر باش نخرجوا ونهضر معكم. و طبق ديال سميتو طبق ديال السلطه وداك الشيء حيت هو خليته هو الاخر. نورمالمون هو خاص هو اللي يكون الاول خليته الاخر لانه بالزربه كيطيب ما غاديش ناخذ فيه بزاف تاع الوقت. ودابا غادي نبداو في لي سلطات. عندي هنايا الخس عندي طوماط سوريز عندي القيمرون رقدته الباح درت ليه الملحه البزار سكينجبير والثومه بودر والربيع والقزبور وخليتهم مرقدين فيه في اليوم. على الصباح شنط غير شحرتهم. هنا عندكم الخبز تقطعوه طريفات وتحمروه. الخبز عندكم عادي قطعوه كما هكا طريفات وحمروه. وهنا عندي سانجاك يعني بحال فواكه البحر من فواكه البحر بحالو تقريبا. غادي ديروا اي حاجه عندكم عندكم بوزروك عندكم اي حاجه ديرهم. وهنا زيت الكحل والزيتون هادو كلهم شارمين الزيتون الخضر على حساب كل واحد والشكل ديالو زائد زيت البلديه. دابا نبداو التقديم كل واحد والشكل اللي عجبو يقدم فيه. انا غادي ندير الخص هكا نفرقو على التبسلات كلهم اللي عندي. باش نقوي بزاف الخضره والسلطه ديال هذيك ديك الشلاضه ديال الجزر وداكشي ما بغيتش نكثر شي حاجه ما غاديش تكل. كل مره نبدل ودابا فرشنا الخس كله هكا تبسلات
دابا غادي نبدا كل حاجه نفرقوها. يعني نسيت ما قلت لكم الحباق عندي هذا غير الدزي من الفوق، في نفس الوقت كيعطي نسمه زوينه. غادي نديرو شويه قمرون، ها هو من السمر كنديرو مشرم بزاف هكا. نفرقو كل حاجه نعطيها حقها. كي قلت لكم هاد العراضه درتها لاب الزوج ديالي، هاد فواكه البحر قلت لكم. انا كان هادشي اللي كنطيب غير كنوريكم تاخذوا غير فكره، راه كل واحد تبارك الله عارف شنو كيدير. غادي نديرو طوماط سوريس، tu peux passer mon Saint-Jacques s'il te plaît. وهادو شويه زيدهم طياب لانني كنبغي اي حاجه تكون طيبه مزيان. وهنا كنزيد هذاك الخبز المحمص. باش نطوي لهم في لونطري باش ياكلوا ليا مزيان. غادي ندير زويتينات للديكور، دابا فاش سالينا هادم كندير هكا زيت العود غير خفيف. كتجي شلاضة على هاد الشكل متنوع، مرة مرة نبدلو ماشي ديما نفس الحاجة. وهما فاش خرجنا داك لي كوكلي خرجو هكا محمرين، حمرتهم مزيان باش يكونو مكرملين. ودرت هنا فرشت داك الخس لي بقى لي فرشتو في طبسي لي غادي ندير فيه التقديم، ودرت البيض ديال السمان مع الفرماج اي فرماج عندكم، وغادي نقدو مع زيت الكحل زيت الخضر داك الفرماج لي شاطيه غادي نديرو عليهم. وهذا هو النتيجه ديال هذاك البطاطا اللي قلت لكم عامره زوقه بطوماط سوريس. ايوا هذا اوكي. ونتمنى تعجبكم هذه الاكله ان شاء الله، وديروا لي لي جيم وكومونتير زوين تخلوا ليا. وهذه هي النهايه ديال الطبق ديالي. درت جوج طبيصلات مع فرقتهم، ما قدرتش ندير كلشي في طبسيل واحد. وهو الشكل تاع طبسيل الوجه بحال الشكل. هذا هو الطبق، وهذا هو المرافق ديالو البطاطا اللي قلت لكم بهذا الشكل. هذه هي المرافقه ديالو. والحلوه راه وريتها لكم، لاطاق ديال البوم وريتها لكم، ولونطري وريتها لكم حتى. ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لي لايك ولي كومونتير ان شاء الله، وتابونا. يلا السلام عليكم.